ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الحادي عشر الفرع التكنولوجي، معكم مس عبير زعرور من مدارس جنان الدولية. ونظرا لسعي مدرستنا لمتابعة التعليم عن بعد في حال الطوارئ، فإن قمنا إحنا بفتح قناة على يوتيوب لمدرستنا، راح إن شاء الله ننزل فيها دروس شرح لمادتنا، مادة البرمجة والأتمتة. إن شاء الله اليوم راح ناخذ عن جمل التحكم، وبالتحديد الجمل الشرطية. ما معنى الجمل الشرطية؟ كيف راح أبرمج الجمل الشرطية؟ إن شاء الله اليوم راح ناخذ مثال يوضح لنا كل هذا الحكي. إحنا بالعادة تعلمنا إن نبرمج برنامج، نكتب مجموعة من أسطر الكود ويقوم البرنامج بتنفيذها. طيب، في مرات أنا بحتاج إنه أغير سير تنفيذ البرنامج وفق شروط أنا بدي إياها. في هاي الحالة هون راح نحتاج الجمل الشرطية، وأن أستخدم النوع من أنواع العمليات المنطقية عشان أقارن بين البيانات تبعتي واتخذ القرارات وفقا للمعطيات المسألة اللي معطيني إياها. هون أجت الحاجة لاستخدام الجمل الشرطية. الجمل الشرطية طبعا في عندي كثير صيغ إلها. في عندي أهم نوع إن شاء الله، أو أكثر نوع مشهور عندنا، اللي هو الـ if then statement والـ if then else statement والـ if والـ else if then statement. إن شاء الله راح ناخذ اليوم مثال بسيط راح عملنا قبل بس بشكل مخفف. اليوم راح نطور عليه باستخدام الجمل الشرطية، اللي هو حساب معدل مجموع على مجموعة من علامات الطالب. راح نضيف عليه إنه راح نطبع له التقدير للطالب، هل هو ممتاز، هل هو جيد جدا، هل هو راسب، هل هو مقبول. هذا الحكي كلياته إن شاء الله راح نعمل اليوم. عشان هذا الحكي بدي أعمل عندي في تو فورم. الفورم الأول راح أخليه عبارة عن تسجيل دخول، ما يسمح لي أفوت على فورم 2 إلا إذا كتبت اليوزر نيم والباسورد للمستخدم بشكل صحيح. هون برضو مثال كيف أستخدم الجمل الشرطية. عشان أقوم بهذا العمل خليني أضيف كمان فورم، روح على بروجكت، أد نيو أيتم، ويندوز فورم، وأد. هاي الفورم الثانية. نرجع على الفورم الأول، نغير في خصائصها، نغير في التكست ونسميه تسجيل الدخول أو لوج إن بدكم إياه. هذا تسجيل الدخول. بنحتاج تو تكست بوكس وتو ليبل وبوتون عشان ننفذ عمليتنا. هاي البوتون، وراح نستخدم كمان هاي ليبل وكمان ليبل، وأخيرا راح نحتاج ل تكست بوكس. هاي تكست بوكس الأول وهاي تكست بوكس الثاني. نغير في ليبل 1 نسميه، نغير في ليبل 1 ونسميه الكل أو اسم المستخدم. وهنا نستخدم نسميه كلمة المرور، ونغير البوتون لتسجيل الدخول. رح نبرمج هاي الشاشة في الأول. إذا دخل المستخدم اسمه وكلمة المرور بشكل صحيح فإنه راح يفتح لي فورم 2، ما عدا ذلك راح يظهر لي تكست بوكس موجودة يطلع يحكي لي فيها إنه في عندي خطأ أو كلمة المرور غير صحيحة. نعمل دبل كليك على تسجيل ونبلش برمجة. نبعد شوي، خلينا نبلش برمجة. بدي أسأل طبعا كلمة المرور واسم المستخدم اللي بدكم اياه انتوا. اذا انتوا حابين انا بنصحكم تستخدموا اسم المستخدم اسمكم وكلمة المرور، مثلا اي كلمة مرور بدك اياها. رح نسأل على فرض انا اسم المستخدم رح اخليه عبير، وكلمة المرور 1 2 3 4. فيما لو اجى اي حدا غيري وحطها غير هاي كلمة المرور واسم المستخدم رح يعطيه مسج بوكس انه عندك غلط. نرجع هون. عشان أقوم بهذا الحكي رح نحتاج if statement. هاي if statement، إذا كان قيمة text box 1.text equal عبير أو عبير بدنا إياه بالعربي أو إنجليزي، and هاي and ضروري جدا لأنه لازم تتساوى أو لازم يكون عندي كلمة المرور صحيحة واسم المستخدم برضو صحيح، فبحتاج و عشان يكون التنتين ترو زي ما حكينا. و textbooks2.text equal 1 2 3 4 then
إذا كان الحكي صحيح، إذا كانت التكست بوكس قيمته عبير والتكست بوكس 2 قيمته 1 2 3 4 5، إذا بدي أفتح الفورم الثاني. كيف أفتح الفورم الثاني؟ فورم 2.show، وخليني أعمل أولها هايد للفورم 1 عشان ما خلص خلصنا منها، فمش داعي إنها تضلها موجودة. أو me.hide. طيب نطبق البرنامج. نحط اسم المرور عبير وكلمة المرور 1 2 3 وبس، بعمل تسجيل. ما أعطوني أيات ردة فعل، لا فتح لي صفحة جديدة ولا عمل لي إنه كلمة المرور أو اسم المستخدم خاطئة. ليه؟ لأنه أنا ما حطيت له، إذا ما تحقق شرطي شو راح يصير. طيب خلينا مبدئيا نحط كلمة السر صحيحة وتسجيل الدخول. هاي فتح لنا الفورم الثاني. ها هي خصائص أو وظيفة الجمل الشرطية، ما مشت لي بترتيب تأكدت إذا صار في شرط صحيح نفذ الكود. طيب كيف بدي أنا أنفذ، كيف أنا بدي إذا ما تحقق الشرط، يعني إذا ما دخلت أنا عبير صح أو إذا ما دخلت كلمة المرور صح؟ هون بيجي دور else. شو يعني else؟ يعني فيما لو ما صار هذا الحكي أو ما تحقق الشرط شو أعمل؟ تعمل له المسج box.show وحط فيه المسج اللي أنا بدي إياها، هي مثلا error no wrong password or user name، أو بحط له أنه كلمة المرور خاطئة أو اسم المستخدم بالعربي طبعا اللي بدكم إياه زي ما حكيت لكم، ونشغل نحط A ونحط كلمة المرور 1. تسجيل الدخول، هاي اجتني المسج بوكس رونج باسورد اور يوزر نيم. اوكي نحط تعبير و 1 2 3 4. تسجيل الدخول اجى فتح لي الفورم الثاني. هاي هي الجمل الشرطية. طيب بدنا نروح على الفورم الثاني ونخلينا في البرنامج بس، خلينا نغير شوي في خصائصها، نغير في السايز لأنه شوي كبير. نروح على السايز، نخلي مثلا على فرض 500 و400. ونغير التكست يلي له ونسميه حساب أو حساب معدل أو تقدير، حساب تقديرك أو whatever. ما إن إحنا قبل عرفنا كيف نحسب المعدل، أنا بدي أفرض إنه أنا حاسب معدلي ومعي العلامة النهائية وبدي أفحص هذا المعدل وأشوف تقديري أو هل أنا ناجح ولا راسب ولا كيف. بدي عشان هالحالة بدي بوتون، بدي كمان ليبل معدل، وخليني كمان أضيف تكست بوكس عشان المستخدم يحط معدله فيه، وخليني أضيف كمان خروج وكمان تو بوتون، واحد اسمه خروج واحد اسمه مسح. هاي بوتون كمان بوتون، حط أو نخليهم تحت بعض أو whatever. وهاي كمان بوتون، نغير خصائصهم. الليبل خلينا نغيره نحطه ادخل معدلك، والبوتن 1 نسميه تقديري، يعني شو التقدير اللي إلي. هون نسميها مسح ولا مسح، نظبط هون مسح. والبوتن 3 نسميها الخروج من التطبيق أو خروج. طيب هاي مسح وهاي الخروج،
وبدي أحط كمان ليبل وأخليها فاضية عشان نحط فيها تقدير المستخدم هل هو ناجح ولا راسب. نغيرها أخليها فاضية. شوي نغير في هون خصائص نخليها 20. طيب بدنا نبرمج تقديري. نيجي هون بدي احكي له اذا كان معدلي اكبر من 50 او يساوي 50 بدي اطبع له انه ناجح، إلس بدي اطبع له انه راسب. هاي الحالة الطبيعية. بدي اطور عليه شوية، بدي احكي له اذا كان الرينج اللي عندي من 80 ل 100 بدي احكي له ناجح بتفوق، اذا كان 50 او تحت ذلك احكي له انه ناجح، واقل من 50 إلس احكي له انه راسب. هنا اذا كان التكست، وطبعا تقدر تعرف متغير وتخزن فيه قيمة التكست بوكس 1 عشان ما تضلك تكتب تكست 1 دوت تكست، بصير تستخدمها مباشرة. إذا كان تكست بوكس 1 دوت تكست بين 100 والـ80، يعني أقل أو يساوي 100 and أكبر أو يساوي 80، أقل أو يساوي، هيك الأقل أو يساوي 100 and textbooks 1 dot text أكبر أو يساوي 80. then شو بدي أطبع له؟ بدي أطبع له في label 1 أو level 2 dot text بدها تساوي لي مثلا ممتاز بتفوق او ناجح بتفوق. خلينا نحكي ناجح بتفوق. طيب هسا في عندي شرط تاني، لما بدي احط إلس خلص بعمل انه راسب، اللي هو او بيعتبر ما دون ذلك انه شماله راسب. طيب كيف انا بدي اخلي الرينج انه من 50 لحديت 89 او عفوا 79 احسبه انه ماله ناجح، كيف بدي اعمله؟ هون بيجي دور مين؟ دور الالس اف. هون الالس اف يا جماعه هون بتسمح لي انه ادخل كمان شرط عندي، ايها الالس اف. الالس اف يعني زي كال اف بس شو ماله هون؟ شرط جديد، يعني مش زي الالس. الالس اذا ما تحط الشرط اللي موجود عندي في الاف خلص تعال عندي، اما الالس اف لا، اذا ما تحط الشرط في الاف في عندك كمان شرط بدي اشوفه. ف تكست بوكس 1 دوت تكست بدي اخليها اكبر او يساوي 50 اند تكست بوكس 1 دوت تكست أقل من 80 عشان نشمل جميع الأعشار اللي موجودة تحت 80، يعني 79 و9 79 و9 هدول كلاتهم شمالين عندي برضو ما بدي أطنشهم. then شو بدي أطبع له؟ label 2.text يساوي، بدي أطبع له إنه ناجح، واخر اشي عندي اللي هو الراسب خلص بس علي اني اعمل else، يعني ما دون ذلك شماله label 2.text equal ماله راسب. ونشغل برنامجي. شايفين اجي علي على الصفحة الرئيسية تسجيل الدخول كمان مرة، دخل عبير وكلمة مرور. طبعا كلمة مرور يا حبذا ان نخليها الباسورد كاركتر عشان ما يبين عندي انا شو قاعد بدخل. هسه نعدلها. تسجيل، ندخل معدلي، ندخل معدلي مثلا 90 وتقديري هي طبعا ناجح بتفوق. طيب نغيرها نخليها مثلا 30
اي اجي طبع على راسي. طيب نحط 60، اجي حط اللي ناجح. طيب خلينا نبرمج مسح وخروج، واعدل بس شغله بسيطه على الفورم 1 في الباسورد كاركتر عشان ما تظهر عندي الاحرف وانا قاعده بكتب فيها. باسورد كاركتر، هيها خليها نجمة انتر، ونرجع الفورم 2 نعمل خروج، نعمل له مي دوت كلوز عشان يخرج نهائيا من التطبيق، وارجع على الفورم 2 وراح امسح. مسح شو يعني؟ يعني تكست بوكس 1 خليها فاضي، يعني قيمة التكست بوكس 1 دوت تكست ايكوال فراغ. هيك إن شاء الله جاهز الكود يلي قلنا. شغل كمان مرة عبير كلمة المرور، طلعوا هالمرة ما أجاني شو قاعد بكتب، هيك أحسن لأنها اسمها كلمة مرور، ما بدي حدا يشوف شو بكتب. تسجيل، داخل معدل نخليه 90، وتقديري ناجح بتفوق. مسح، هاي المسحة عندي، وخروج، هاي خرجنا من التطبيق. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، عرفنا شو يعني if statement، الفرق بين if statement والالس اف والالس. الاف بعطيها كونديشن، اذا تحقق الكونديشن بروح بنفذ ما تحتها مباشره، اذا ما تحقق في عندي الس اف. شو يعني الس اف؟ معناها اذا ما تحقق الشرط اللي فوق في عندي كمان شرط، تعال افحصه، بيجي بفحصه، اذا ما تحقق بروح على اخر شيء الس، يعني ما دون ذلك. اذا ما تحقق اي شرط من الشروط اللي انت فوق عندك معناها انت باخر حاله هي راسب. هي الاف ستيتمنت، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. رح ادفع لكم ان شاء الله واجب على نور سبيس تبعوا فيها عشان تطبقوا وتدربوا على الاف ستيتمنت، لانه لازم تطبقوا وتشوفوا كيف شغلها. بس ان شاء الله رح ادفع لكم السؤال على النور سبيس تبعوا في المصادر التعليميه، رح ارفقها مع الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في فيديو جديد.